يعني المعلومات دي صحيحه لا. ولا مجرد لا ما هي هتفرق برضه يا استاذ هنأكد. لو انا النهارده قاعد في المبنى وعندي سنسور وعندي عيون وعندي مساحة أمان بعملها وعندي تحصين للسور حتى الخارجي والمبنى وعربية من اللي ماشيين دي وهي ماشية هب راح الدخل عندي الانتحاري فجرها يبقى أنا هنا عملت احتياطي في أن لما يحدث الحالة دي الخسائر تبقى خارجية. ده بالنسبة لمكاتب المخابرات والمؤسسات الهامة. هنا لو بصينا للتلفزيون حضرتك شفت مثلا السور الخارجي أنا شلت السلك ليه؟ خلاص عملت صور وحصنته وعملت مساحة وبقى في شكل معين رغم أن هنا الأمن مانع ما فيش حاجة عربية بتقف برا قدام حضرتك حتى عربية أما الواحد بيجي نازل بعدها العربية بتروح في الجراج مش كده؟ تمام يبقى ده أمان موجود. إنما العربية الانتحارية تحددها لي إزاي إذ لم تمنعها من المنبع؟ صح ملهاش ده ولا كده. طيب أنا هرجع مع سيادتك للإجابة عن سؤالي المطروح ولكن اسمح لي مداخلة سريعة جدا مع السيد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني. سيادة العميد مساء الخير. مساء الخير لحضرتك يا فندم. أولا كل سنة وسيادتك طيب. التقينا قبل العيد وكنا بنتكلم على المخططات العامة اللي بتقوم بها تنظيم الإخوان من خلال الاجتماعات في الداخل والخارج. كانت النتيجة الطبيعية الموجودة على الأرض الآن التفجير محاولة تفجير مبنى المخابرات الحربية في محافظة الإسماعيلية. قراءة حضرتك الأولية والسريعة للأحداث العامة وارتباطها بمحاولة تفجير مبنى المخابرات في الإسماعيلية. الحقيقة هو يعني قراءة عامة كده لأن لسه المعلومات لم تخرج من جهات التحقيق الخاصة بحادث الإسماعيلية ولكن لا نغفل أن يعني هم عدوا الفترة بتاعت أجازة عيد الأضحى عقب مجموعة من الانتقادات يعني الاستنكار من الرأي العام الخاص بمسألة استغلال المناسبات والاحتفالات في عمليات إرهابية أو عمليات إجرامية ومباشرة في اليوم الأول لعودة الحياة إلى طبيعتها وانتهاء فترة الأجازات والاحتفالات بدأت ثلاث احتفالات الحقيقة وثلاث فعاليات أنا ما بفصلهمش عن بعض. أول هذه الفعاليات هي مظاهرات جامعة الأزهر اليوم وتاني الفعاليات هي خروج رابطات ألتراس إلى وسط المدينة اليوم أيضا لمحاولة الاعتصام والتواجد حول دار القضاء العالي والثالثة هي عملية إرهابية في منطقة الإسماعيلية لإيصال رسالة بأن الأحداث ستعود مرة أخرى للشارع وأننا لازلنا موجودين وأننا قادرين على إحداث الضجيج المطلوب والمخطط اللي هم الحقيقة ماشيين فيه بقالهم أكثر من شهرين إثبات التواجد في الشارع وإثبات بأن الكرة لازالت في الملعب ومعاودة استهداف قوات الجيش وقوات الشرطة العاملة على مدار الـ 24 ساعة في طول البلاد وعرضها يعني المسألة دي قراءة أولية كده إن هم بيعودوا مرة أخرى إلى ساحة الملعب بالدخول بأعمالهم الإرهابية وأعيد وأكرر يعني هو بيحاول إن هو يعزف على مجموعة من الألحان المختلفة ولكنها هي خارجة من أوركسترا واحد لا ثاني له. سيادة العميد سيادتك كان ليك رؤية في مواجهة الإرهاب يعني قبل ما نجاوب عن هذه النقطة أنت بتربط بين الثلاث أحداث الألتراس ومظاهرات جامعة الأزهر والتفجير اللي كان موجود اليوم في محافظة الإسماعيلية. ده صحيح بالفعل يا فندم الثلاثة يخرجوا من منبع واحد والثلاثة مخططهم واحد والثلاثة هدفهم واحد وهو التعطيل والإرباك والتشويش ومحاولة إثبات الذات في مقابل النجاحات الأمنية والنجاحات العسكرية اللي قوات الجيش عاملاها في سيناء واللي قوات الأمن عاملاها وبيرد بمجموعة من الفعاليات ليها مجموعة من الأقنعة والوجوه المتعددة. أشكرك جدا السيد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني شكرا جزيلا وأعود إليك يا سيادة اللواء نجاوب عن السؤال السابق. سيادتك طرحت إحنا سبق يمكن مع حضراتكم هنا قلنا إحنا كان عندنا ثلاث مستويات وانتهينا من المستوى الأول وهو الهيمنة على الدولة وده تم بانتهاء رابعة والنهضة والمستوى الثاني وتم بانتهاء يوم 30/31 ومسجد الفتح. إحنا في المستوى الثالث اللي هو بنسميه عملية إثبات التواجد في هنا شيء لازم نلحظه وبيحصل معايا شخصيا يعني في مساعي كتيرة قوي لحتة ان انا
أعمل مصالحات، وهي كلمة مذمومة حاليا بدون مواصفات، إن إنهم يرجعوا بأي طرق سياسية. هناك من بيفتح لهم الطرق في مجالات سياسية لمصالح شخصية، في مجالات حزبية، في مجالات إعلامية، في بيحصل ده وكلنا نعلم حتى بالأسماء. في قانون دايما بيقول أما أجي أتفاوض لازم أتفاوض تحت قوة. تمام، خلاص، هو بيتفاوض تفاوض ضعيف فما عندوش إلا قوة إثبات التواجد بما رأيته وأنا جاي الوقت، صبية صغيرين موجودين بيتنططوا في ميدان عند شيراتون، لا عند كوبري قصر النيل، شوية يعني شباب صغير الألتروس يعني، يعني تقصد الألتروس، والله معهم ناس حتى ما بيوصلوش لمستوى أنهم يبقى مشجع رياضي. تمام، يعني بقول حتى صبية الشباب اللي فيهم يؤسفنا أقول ظاهرة الألتروس من يوم ما دخلت مصر كانت رياضية، اتقلبت السياسية ليه؟ ايه دخلها من ساعة ما الولد اتحرق على باب النادي الأهلي من الألتروس الأهلاوي؟ صح، الله، انت النهارده بقى عندك نص الالتراس ونص 6 ابريل ونص الثورين الاشتراكيين. يعني الرؤيه هم مع مين يعني، او تصنيفاتهم او انتماءاتهم ايه يعني؟ مع مصلحتهم وبالفلوس. بس سياده العميد ربط بالفلوس، مع مصلحتهم وبالفلوس. ده كلام يعني قطعي، معلومات مش راي شخص، اكيد مصلحتهم كده. طيب سياده العميد ربط في الاتصال الهاتفي بعدد من الاحداث اللي شهدناها النهارده. ايوه، حضرتك في أول الحوار استبعدت أن يكون تنظيم الإخوان هو اللي وراء هذا الحدث الخاص بالتفجير في الإسرائيل. لا، أنا استبعدت أن تنظيم الإخوان يمتلك الشخص اللي هي العناصر الجهادية، ممكن تحريكه بالضبط، إنما يحركها من خلال إيه؟ من خلال الدوائر اللي صنعها. تمام، اللي هي العلاقة ما بين الإخوان والسلفيين التكفيرين أو الجهاديين أو ما يسموا أنفسهم بالأسماء اللي قلناها. إنما الإخوان الصلة المباشرة اللي منهم كوادر تنزل فيها التحركات بتاعة الشارع. طب هل أنت متفق مع هذا الرأي أن التحركات دي متسقة ومتناسقة مع بعضها؟ طبعا، ولذلك بقول لحضرتك إيه، هي جاية في توقيت في تفاوض عايزين يعملوه. تمام، وعايزين يعملوه تحت قوة عشان ياخدوا أكبر مكسب. تمام، وده فاشل وده فاشل. إنما السؤال اللي حضرتك سألته بقى ده اللي كمان يوضح لي الأسلوب. نمرة واحد، سينا علينا بقى نعزلها عن ما يحدث. كفايانا كلام عليه. سينا تم تطهيرها بدرجة عالية قوي 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 بما فيها غلق الأنفاق، ومستمر العمل فيها، ومستمر حتى يتم يعني باللي هي أعلان سينا خالية تماما من كل البؤر الإجرامية بإذن الله. اللي موجود النهاردة قلنا بعض من حاولوا يروحوا للوسط وما لقوش أرض إنهم يقعدوا فيها، إن الوسط له طبيعة معينة وما يقدروش يقعدوا فيه، ففلت اتنين تلاتة على الجنوب عملوا حركة واتمسك منهم واحد والباقي هيجي موجود. إذن أنا عندي حركات فردية إجرامية لا هدف يأتي منها إلا إن ركبت عليها وجدان شعبي ضاغط على الحكومة، وده المقصود، إن أنا أضغط على الوجدان الشعبي العام من خلال الإشاعة، من خلال الأحداث البسيطة، من خلال مع احترامي الشديد إلى جزء من الإعلام بيشجع ده. الخطر فين برا سينا يا سيادة أفندم؟ حضرتك حذرتنا من في بؤر خارج سينا واللي عليها اللي تسليط الضوء الكبير هي سينا. أيوة، وبيتم عمليات التدريب وعمليات السلاح والإتجار في المخدرات وعدد من الأشياء غير المشروعة، اللي هي جميع ما نسميه الظهير الصحراوي للمدن، وده موجود حوالين القاهرة وزي ما وصفت لحضرتك أماكنه، وموجود في الساحل الشمالي، وهنا تأتي الزيارة اللي تمت في الضبعة وثم مرسى مطروح ولم القبائل وقفل الظهير ده، وكان في مبادرة أيضا من الفريق أول. أيوة، سيادة اللواء عبد الفتاح السيسي. أيوة، بجمع السلاح ومبادرة تسليم السلاح، وتحدث فيها عن الإشاعة، وتحدث فيها عن انضمام الحتة الشعبية للقوات المسلحة والشرطة، إن كده تبقى اتقفلت الثغرة بتاعة الإشاعات وثغرة الوجدان العام اللي عاوزين يأثروا فيه. إنما في إطار سريع زي ما حضرتك عايز كسؤال، لا، أنا عندي النهاردة سيناء افصلها، البؤر اللي موجودة دي عبارة عن أشياء المعدل موجود عندنا في تناقص وبيتم ملاحقة ده تماماً، بس ما بيتقالش لان طبعا دي حاجات امنيه
وطبعا معلومه زي دي بتبقى في الاعلام بتتقال. طيب قبل ما وقتنا ينتهي، في كتير جدا من الاشاعات اللي بتصدر وبيانات بتصدر على مواقع التواصل الاجتماعي لكلمات تخرج من هنا وهناك بمقتطفات محدده بشكل محدد وبشكل واضح وصريح، مقتطفات للفريق اول عبد الفتاح السيسي. ايه اللي ممكن تقوله انت كمواطن مصري يمتلك قدر كبير جدا من المعلومات المتعلقه بالشان العام الاستراتيجي فيما يتعلق بالاشاعات التي تدور في الشأن العام؟ أشكرك على السؤال. الإشاعة صناعة، ما هيش كده، دي صناعة. المنتج اللي خارج منها لابد أن يحكمه عدد من العوامل. نمرة واحد، المناخ اللي أنا أحط فيه المنتج. نمرة اتنين، هذا المناخ معد ولا لا؟ ولو مش معد أعده. يعني الإشاعة بتبقى إضافة أو تحريك للوجدان عشان تركب إشاعة تانية. لأن المنتج عندي ممكن يبقى درجات. يبقى نمرة واحد بقول أنا موجود. نمرة اتنين بقول أنا موجود بقوة بإثبات أن أنا بعمل تفجيرات هنا أو هنا أو هنا. عملية تناصر التفجيرات تدي إحساس بالكم العالي رغم أنها ماشي كم عالي. تمام. التفجير في حد ذاته يديك إحساس بالنوعية العالية. الأسلوب يديك إحساس، شو بقول إحساس ثلاث مرات إزاي، بالكيفية العالية. يبقى عمل لي أرضية. أما أجي أقول أنا موجود وأنا راجع كإشاعة يبقى هتلاقي صدى. لما أقول لا ده أنا لسه عندي قوات هتلاقي صدى. لما أقول لازم أتفاوض وده السبيل الوحيد وإلا الدنيا تخرب يبقى عندي صدى. في هذا الإطار بتقول إيه للمواطن المصري يا سيادة اللواء؟ بقول له كلمة واحدة اتقالت في القرآن، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر عشان يفهم كل مواطن وأنا أول، هو كل عالم في مجاله على تقوى. مجال الرأس الفن الشعبي لو قايم على تقوى يبقى أحسن واحد فيه هذا من أهل الذكر لأنه قايم على تقوى. نصل بأهل الذكر لغاية ما هو مفهوم من أهل العلم في الدين. كل عالم في مجاله ولكن عالم على تقوى بمقياس واحد وهو عمارة الأرض بشرط ما ينفع الناس. نشكرك. نجيب المعلومات دي يبقى أنا عندي بهذه الكلمات البسيطة اللي عبرت فيها عن طرق إعمال العقل الحقيقة وإن إحنا ما حكمناش الأهواء الشخصية في الحكم. أيوة. وزي ما حضرتك قلت اسألوا أهل الذكر. أشكرك جزيل الشكر سيادة اللواء محمود زاهر الخبير الاستراتيجي والعسكري. شاكر فضلي ستكون. شكرا يا فندم، شرفتنا في الاستوديو. ولحضراتكم مشاهدينا الكرام كل التقدير والشكر. بكرة فريق عمل جديد وموضوعات جديدة وحتى نلتقي، شكرا لكم وإلى اللقاء.